زاخو، حيث تشهد المدينة عدة ندوات ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم. وتنضم إلينا من هناك مراسلتنا نجلاء سندي لتحدثنا عن النشاطات المقامة في المدينة. نجلاء، إليك. نعم نجلاء، إن كنت تسمعينني. نجلاء. نعم، تحية طيبة مني لكم. حياك الله. زملائي يتواجد حاليا داخل حرم جامعة زاخو التي نظمت اليوم ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، اللغة الكردية، وذلك والتي نظمت من قبل مركز زاخو للبحوث الكردية بالتعاون والتنسيق مع قسم الدراسات اللغة الكردية بجامعة زاخو، وبحضور نخبة من الأكاديميين وأساتذة الجامعة والمثقفين والمهتمين بشأن اللغة. طبعا تناولت الندوة أهم المعوقات والمشاكل التي تعاني منها اللغة الكردية، وخصوصا بالنسبة لتعدد اللهجات، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على تلك اللغة التي تعد أو تمثل هوية شعب الكردستان. وللحديث أكثر ينضم معي الدكتور نوزات أحمد لحدثنا أكثر عن تلك أهمية تلك الندوة. أهلا وسهلا. فيما يتعلق بهذه الندوة، رأينا من الضروري أن نبين ونكشف عن بعض الأشياء المهمة بخصوص اللغة. اللغة الكردية كما نعلم بأنها محارب من كل الجهات، لأنه اللغة مقسمة بين 4 دول، عظمى كل الدول تحارب اللغة الكردية. فارتأينا إلى بيان ما يلي. هي القائمين بالبحوث كلها بحوث معتبرة من قبل الأكاديميين والتخصصيين في هذا المجال. رأينا بأنه أن نبين تاريخ اللغة الكردية، وثانيا عمق اللغة الكردية، والمكان المحدد أو الدولة التي تضم هذه اللغة، والمعوقات التي تعانيها من قبل الدول. دكتور، طبعا تناولت الندوة أهم المعوقات التي تعاني منها اللغة الكردية، التي عانت من محاولات كثيرة لطمس هويتها وثقافتها، كما تم إلقاء عدد من الكلمات من قبل رئيس جامعة زاخو. كذلك تم افتتاح مركز زاخو للبحوث الكردية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العراق وأقليم كردستان، التي يعني من خلال تلك المختبر أو المركز سيتم جمع عقول الباحثين في جميع الموضوعات يعني محاولة يعني لعلاء أو إعطاء حلول بالنسبة للمشاكل التي تعاني منها القطاع الصناعي على أسس علمية وبمواضيع علمية مختلفة. نعم. نعم نجلاء سندي من مدينة زاخو، شكرا جزيلا لك.